مرحبا بحضراتكم مره تانية، انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي. وخلينا نروح دلوقتي نتابع الجديد مع النادي الاهلي. وكل يوم زي ما حضراتكم عارفين احنا بنحاول ندي ايه الجديد اللي بيتم تحديدا في فرع النادي الاهلي الجديد في التجمع الخامس. كنا قلنا الخبر ده امبارح وتابعنا مع حضراتكم كمان الاسبوع اللي فات ايه الجديد على الارض. امبارح كابتن محمود الخطيب كمان يعني تفقد فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، وبيروح تقريبا يوم او يوم لا يا كريم عشان نتابع هناك ويشوف الاستعدادات كمان للافتتاح خلال الفتره اللي جايه. يعني الدنيا عامله ازاي، القطاعات هناك بتاعه الملاعب الرياضيه، المبنى الخاص بالاكاديميه بتاعه كره القدم، المبنى الاجتماعي، منطقه هناك الاطفال، يعني كل حاجه كان عايز ان هو يتابعها بنفسه، حابب ان هو يتابعها بنفسه. كان هناك في شرح مفصل طبعا من المهندس سامح علي كامل، هو المستشار الهندسي لمجلس الاداره، واستعرض كمان مستجدات العمليه الانشائيه في الفرع. وفي طفره خليني اقول لحضراتكم واوعدكم بالكلام ده، واللي هيروح هيشوف فعلا في طفره انشائيه هائله هائله هناك، اللي هيروح هيشوفها بعينه، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي او بما يتعلق بكل حاجه هناك، المبنى الاداري، الاكاديميه بتاعه الكره، ملعب كره السله والرياضات المختلفه، يعني عندك نجيل صناعي خماسي كمان للاعضاء، ملعب نجيل صناعي كمان كبير للاكاديميه، والاماكن بتاعه جلوس الاعضاء، حاجه بجد محترمه. وبجد باكد ان كابتن محمود يا كريم كل كام يوم بيحب ان هو يروح ويتابع بنفسه. ان شاء الله يبقى فرع من احلى الفروع كمان، نتمنى ده، رغم ان احنا اكيد فرع الجزيره اكتر فرع محبب لينا ده الاصل، لكن برضو الفروع المختلفه حاجه بجد تفرح وحاجه فعلا تليق بجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. صحيح، وكالعاده الحقيقه كل القائمين على مجلس اداره النادي الاهلي ابتداء من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكل من هو يعني منسوب للنادي الاهلي اداريا، الحقيقه كلهم بيتفقدوا باستمرار كل الانشاءات الجديده، والاهم كمان بيتفقدوا كل متطلبات اعضاء النادي الاهلي في كل فرع من الفروع، بيسمعوا من الكل، بيسعوا بقدر جهدهم ان هم ينفذوا كل المطلوب، يذللوا كل العقبات. دي طبعا حاجه محترمه جدا. طيب ده جانب من المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي.